راسي بحال هكا واخا نعرف راسي غير بنادم يتحداني انا وانت شي تحداني او تحداني راه انا وانت شي عدويا انايا يبقى مضاد معايا مضاد معايا مضاد معايا ملي نوصل انا وياه واحد المرحله ديال صافي غنطيحو بجوج زين هاديك انا عندي واحد العقليه في شكال السي محمد انايا عرفتي متى غيودن شحال باقي باش يودن شحال نزار ما صايمش اليوم عاوتاني صايم اخويا انا ما غنعيركش لانك صايم كوكت فاطر ما غنهضرش بهذه الطريقه هذه كوكت فاطر ما غنهضرش بهذه الطريقه هذه ما غندويش كاع بهذه الطريقه هذه غندوي بهذه الطريقه اللي هي زويونه ما عمر جاتني هذه الحاله هذه نكذب عليك هذه الحاله عمرها جاتني في حياتي انا سي با بوركوا عمرها جاتني في حياتي هذه الحاله هذه عرفتي فاش كنحس انا غادي نحاول نقول لكم باش كنحس راسي ضرني من هنا الراس بارك الله عليك راسي ضرني من هنا الراس ديالي ضرني من هنا العروقه ديالي كنحس ما كيديروا تك 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 ما عرفتش شنو هذا الشيء والاعصاب وما عارفش نهضر يعني داك نزار اللي كيعرف يهضر وكي الهضره ديالو كتكون زوينه ما عارفهاش دابا ما عارفهاش التفكير ديالي سلبي ماشي ايجابي عطوني الشرح ديال هاد القضيه هذه عطوني الشرح ديال هاد القضيه هذه انا غنمشي للطاليان ما عمرني غنرجع غنمشي للطاليان غير بلاتي غادي نعيش في غنعيش في الهواء النقي غنعيش مع القور غادي نطيح في شي كافي يقول لك شي قهوري كومونست ديك الهضره الطاليانيه ما عارفهاش واه هادي ما بقيتش قاد عليها اي واحد دابا غادي يشوف مراتي ما مقاده ليا لا وراق لا والو اخليك واخد هاد الفكره هادي غير خليك واخد هاد الفكره هادي لانك غتبعد عليا العين يا اخي العزيز غتبعد عليا العين فهمتيني انا يا ربي بغيتكم تشوفوا ان مراتي ضاحك عليا مراتي باغياني على ود البوس مراتي صيفط غير خذوا هاد الفكره هادي غير خذوا بقاو واخدين عليا هاد الفكره هادي عافاكم بقاو واخدين ضاحك عليا راه ما مقاده ليا والو بقاو واخدين هاد الفكره هادي العين حق والسحر حق بعدا شوف اخوتي هادوك اللي ما بغيتوش تقتنعوا بان مراتي شاده معايا الطريق غير بقاو غير خليكم بهاد الاقناعات خليكم بهاد الاقناعات اما لا اقتنعتوا تقدروا تمرضوا ولا مرضتوا تقدروا تحسدوني ولا حسدتوني تقدروا تضربوني بالعين ولا ضربتوني بالعين ان لله وانا اليه راجعون ود احمد زكريا الملولي كيسبك في اللايف ديالك اي سب عيرو في بنادم عاوتاني سير بعدو مني اخي ملولي بصح وراه وكاع كيسبني علاش كتقولوا لي هنايا علاش ما تقولوهاش لي هنايا صافي سالينا اللي باغي يسبني يسب لي ما بغيش يسبني مالك اصاصح وانا ما خص انا ما غنهضرش معاك في هذا الموضوع لان دابا حاليا راه غنقدر نقول لك حنا راه ما يمكنش نجيو عن طريق الصدفه ولا جينا نهضروا غتشوف غير الارض اللي عايشين فيها المجرات الكواكب داكشي كامل وغادي بواحد الفيزيك داكشي كامل غادي بواحد الفيزيك والحياه ديالنا شوفي حنا غير حنا الجنس البشري يعني حنا ربي يعني 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 فضلنا على المخلوقات الاخرين فهمتيني انا بزاف ديال الحوايج ما غاديش انا راه فاهمهم ولكن ما كيخوني بعض التعبير ما غاديش نقدر نقول لك بزاف الحوايج ولكن اللي غنقدر نقول لك في هذه الحاله دي راه كاينه جنه وجهنم بعد الموت هادشي راه كاين ساره سيري شوفي خونا في الله واش كيسبني سيري شوف واش كيسبني واجي عندي انا اللايف قولي لي بغيتش نحكم لاني دابا الا كان كيسبني وتلاقى معايا في هذه الحاله هادي انا من واحد النوع انا ما كنبقاش نفكر شنو غادي يطرى من بعد سير اختي ساره دخلي لك اللايف وشوف واش كيسبني ولا ما كيسبنيش قول نبيل يدير لك شي شي حسنه كيفاش نبيل انا راه كاملي حسنات انا راه الحسنات كون كان باغي نشدو فيا والله الا شديتو فيا والله الا خليتكم نشدوني بالله قلت لك لا اختي انا
كي غندير باش نغير العقلية ديالكم الدراري؟ كي غندير دابا انا بحكم انني مؤثر اجتماعي، كي غندير باش نغير العقلية ديالكم؟ انا دابا كنفكر كيفاش غادي ندير باش نغير العقلية ديالكم. كيفاش غندير؟ واش كتصوم؟ وعلاش كتسول واش كنصوم؟ كنصوم. دابا دابا نتوما باغيين بزاف تردوني بانني ما كنصومش، يعني باغيين بزاف تردوني بانني والحسد، ما حدكم حاسديني وربي عاطيني. تاثر في راسك هاد الساعه وراك تاثر غير على راسك. صحيح والله كلامك. دابا شوف كاين مختلف العقليات، كاين 50% متيقه هضرتي وكاين 50% متيقاش هضرتي. هي باغي دير فيها ما متيقاش هضرتي ات نا 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 نا. وليت كنعرف شنو كندير، ما كنبقاش نضرب بزاف. نزار كون زاديتي في عائله مسيح بعدو مني، بعدو مني، راه مقطوع. راه ما نساو داك نزار اللي كيعرف يهضر، ماشي هو هذا نزار. دابا غير كنحاول نفورسي على راسي، كنحاول نفورسي على راسي باش ما شاعل ليا من هنا العافيه، شاعل ليا من هنا. اودي على ضحكه، وجهك منور تبارك الله. كنتمنى لك شي. نشوف اخويا، انت اخويا دخلت دابا، خونا هذا دخلت البروفيل ديالو لقيتو بان واحد الانسان ضائع في المجتمع، واحد الانسان محروم، واحد الانسان خاصينو بزاف د الحوايج، واحد الانسان كيشوف السياده وكيتاثر من السياده، يعني كيتاثر بهم من خلال انه كيتفرج في الانستغرام وكيشوف بنادم قدو في اللاج وعيش بخير، هو مسكين عايش الحرمان، مما خلاه انه يتازم ويدير لي هذا الكومونتير هذا. وكون لقيتيني ما مقطوعش كنت غادي نجاوبك وغنقرصك، مي دابا لقيتيني ما كنعرفش نهضر، فهمتيني؟ صبر كاع صابرين. هاتي دابا نطلعوا الدريات نصحهم بان رمضان ما يديروش الماكياج، انا دابا حاليا غير فاعل خير، انا راه خاصكم تعرفوا واحد القضيه، انا راه ما كنعرفش، انا ما كنحيش راسي، هادي هي الحاجه اللي خلقها في الله. صايم عم نفطر نحن. مرحبا، انت بتعمل هون؟ انت عربيه؟ ايه. رمضان مبارك سعيد. تدخل عليك ساعه الافطار عنا. عنا ساعه الافطار هلا. واش ودن عندكم ولا مازال؟ لا ساعه الافطار يعني. لا بجوله. مرحبا ببنت بلادي، مرحبا. انت اين مدينه كاينه؟ شو؟ ما تاكليش، راه رمضان. ويلي رمضان بغيتي عندك؟ بيبي هلا حفطرنا، هلا افطرنا. يا ربي اللهم اني كنت صائم، ما تفطرني، ما بدي انزل فيك بروح صيامي على الفاضي. Silent, be silent. I don't need listen anything from you. دابا اللي فهمت هو انه ودن عندكم. ايه ادن عنا. وقولي بحالك خلعتيني اختي، قلبي تكتك بحال شي مكانة. ناري. شكلك عم تحكي شي منيح فاوكي. نعم؟ نعم؟ ماشي مشكل، اين مدينة كاين؟ كولي فخصيني اختي، انا راه الكشكوشة طالعة عليا من راسي وانت كتاكلي قدامي، ما علينا. كشكوشة؟ ماشي مشكل اختي، اين مدينة، انت كاينة؟ اين دولة كاينة انت؟ ستوكهولم بالسويد. السويد؟ ستوكهولم. اشنية؟ ستوكهولم سويد. امارات واش السعودية؟ واش بحال دابا انا راه المغرب. انا عايشة بالسويد. عايشة بالسويد؟ بسويد اللي فوق المانيا، سويد. كاينه فوق المانيا. سويد عايشه بسويد. مرحبا اختي، انا راه من المغرب، فراسك من المغرب انايا. اهلين وسهلين. انا في المغرب وعايش في بولونيا انايا. عايش وين؟ عايش في ايطاليا، بولونيا. ايطاليا فيها مدينه اسمها بولونيا؟ وي. ما فطرتو؟ لا، لان الزوجه ديالي عايشه تماك، مي حاليا دابا انا كاين في بولونيا، مي دابا كاين في ماروكو. جيت ندوز رمضان ديالي مع لا فامي، فهمتيني، مع مون امي، مع لا فامي، مع والديا، فهمتيني. بس ما فطرتو؟ ما وقت الافطار هلا؟ نعم. امتى بتفطروا؟ امتى بيأذن عندكم؟ كي ودن يعني امتى بيأذن؟ زوردة الدلال. امتى بيأذن؟ نعم؟ امتى بيأذن؟ اي ما بغى، قال لك يودن مسا. وردة الدراري كملوا لينا الضوء، ما كنبغيش انا الضوء اللي يضيع. امتى بيأذن؟ كيودن مع 18 قال 45.
8 آه بعد شي ساعة شحال باقي اختي؟ شي ساعة يعني.